طيب حكم المباراة، وهي جزئية في الحقيقة غريبة جدا. الحكم من المكسيك، حاجة جديدة صح؟ حاجة جديدة أول مرة نسمعها، حكم المكسيك يجي يحكم مباراة في الدوري المصري. بالتالي يعني في علامات استفهام على استقدام حكم من المكسيك. ممكن يا رب يكون حكم كويس، يا رب يكون حكم جامد جدا، احنا عايزين يكون عادل في قراراته في الملعب، ما عندناش أي مشكلة. بس هل الحكام في أوروبا خلصوا خلاص؟ يعني انت دلوقتي جبت كل الحكام اللي في اوروبا في عدد المباريات اللي انت كنت بتستقدم فيهم حكام اجانب عشان تلجا لامريكا وتجيب حكم مكسيكي لهذه المباراه، واعتقد ان هو ما عمره ما حكم مباريات في الشرق الاوسط بشكل عام. يعني هذا الحكم المكسيكي اسمه روبرتو جارسيا. الامر غريب بصراحه، ويمكن ده خلى كمان بعض اعضاء اتحاد الكره استغربوا من هذا القرار. بعض اعضاء اتحاد الكره من خلال تصريحات رسميه ليهم استغربوا من قرار استخدام حكم مكسيكي. نتمنى ان الحكم يكون كويس، نتمنى الامور تسير في المباراه بشكل مميز تحكيميا، والباقي بقى على اللاعبين سواء لاعبي فريق النادي الاهلي او لاعبي فريق المصري. لكن مهم جدا ان شاء الله ان احنا نشوف اداء جيد.